اخر حبة من حبات عنقود المصورين نجم الاتش دي المنطلق بسرعة الصاروخ النجم الاستاذ احمد الخليلاوي. ضع لسانك يا ابن كلامك في نقاط عارفين امثالك وشغل بالك بالناجح والمهم انت تمامك في سر دعمك بكيبوت سم بيخس جسمنا كفاية اسمنا والناس بتحبنا وهو ده المهم سيرتنا مسمى رجولة ومجدعة لناركم ولع مكتوب بقى بالوهم ملناش في المحلاسة ميتنا كويسة ملناش في المرهمة ميتنا كويسة يا ابن احنا المدرسة والأدب أحسن من العلم كلامنجي وعارفينا احنا كسرين عينا طب ليه بقى شغلينا بتخلى عندك دم يا عتيم المرجلة يا عتيم المرجلة وفي شغل المعيلة واخد شهادات تقدير ما تبطل نفسنا وتفكك بقانا ليه بتحرق بس كتير ربنا يكفينا عن شر ناس عاملة بتحبنا انا كده بجاح يا ساتر غلطاتهم تملى دفاتر بتحيد بجاح يا ساتر غلطاتهم تملى دفاتر ولا عملوا في مرة خاطر نعيش لو ومنحينا الكلام ده سمعنا سقف كنت سبت وحد وخمس وين بشو ما سبتش اي حد في شدة ولا في سكون كنت سبت وحد We'll be right back.
وحسن نبول والاداره والرئيس احمد ابو سريع بيقولوا سماره بيقولوا سماره بتناديني تاني ليه والناس عايزه تغني معاك والله صلى على النبي يا رجاله اللي حافظ بتناديني تاني ليه يرفع ايده لفوق بص كده بص كده طب انا اقول لكم على حاجه جميله اقسم بجلاله الله اول مره نعملها في اي فرح اقسم بجلاله الله اول مره نعملها في اي فرح احنا هننزل تحت تعالوا بينا لا نمشي بقى تحت كده روق الدنيا روق الدنيا احلى سماره احلى سماره واحلى سنه خمسة كرسي خمسة كرسي اقسم بجلالة الله أول مرة نعملها في أي فرح والله العظيم البلد دي زي العسل اللي هيغني معانا بقى يرفع إيده كده وهو قاعد يعني. اللهم صل على النبي أبويا يخرب بيتك عملت فيه إيه؟ أشكركم على تحية النجمة الفنانة سمر